السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أمكم تكون على خير وبخير إن شاء الله. فيديو جديد هادنا راه نديرو كوريكسيون ديال لي اف ام بي من 2011 ل 2018 أو 2019 تاديبون لي شحال حداش غنوصلو ديال الموجات وديال النووي. دونك نبداو على بركة الله في اف ام بي فاز 2011، ومن بعد منها هيجي فيديو ديال لي فا ديال ميديسين دونتير من 2011 ل 2019، ومن بعد منها غادي يجي ديال فارماسي من 2011 حتى 2019. دونك نبداو على بركه الله باول فيديو اللي عندنا. ما عرفتوش انا كنصوروا هاد النهار اثنين، ونورمالمون غادي نحط قبل منه المات، نحط منه قبل منه فيديو ديال المات، فيديو الشيمي ديال الكور ديال الشيمي، وعاد نحط هذا. يعني هذا غادي يكون مصور قبل منه، ولكن هما غادي هاد الفيديو اللي غيجيو مور هذا غنحطهم افون. يعني نتوما دابا الا كتشوفوا في فلاشين غتلقاو باني حتى ديجا المات والفيزيك اللي انا في المستقبل مازال ما صورتهمش، او طبيعه الحال هذا غتلقاوه مور ما نحط لكم المات والشيمي. دونك مادام انني خدمت هذا في الكوب في اي بي، بغيت هذا بغيت نخدمه معكم، صوره معكم، ومن بعد نحط لكم المات والفيزيك، وعاد نحط هذا مورهم اللي غادي يكون مصور قبل منهم نورمالمون. نبداو على بركة الله ب اف ام بي فاز 2011. قالك سيدي اول سؤال، يعني هو كيو سي ام، كان كيو سي ام كلما كانت طاقة الربط كبيرة بالنسبة لنوية كلما كانت اقل استقرارا. يعني هذا سؤال ديال اف ام بي 2011، عندنا ا و بي و سي و دي و الاو، وخاصنا نعرفوا شكون هو الجواب الصحيح. دونك كيفاش كنشوفوا انه كلما كانت طاقة الربط كبيرة بالنسبة لنوية كلما كانت أقل استقرارا. هذا بيان سور باين بأنه جواب خاطئ. علاش هو جواب خاطئ؟ لأننا حنا كنعرف بأنه كلما كانت طاقة الربط كبيرة، إلا وكي كتكون عندي نوية كتكون نوية أكثر استقرارا، ماشي أقل استقرارا كيف مكتوب ليا في لونسي. دونك هذا الجواب هو جواب خاطئ بطبيعة الحال. دونك الجواب واحد يعني ا افو خطأ، يعني كل ما كانت طاقة الربط كبيرة إلا أن النوية كتكون أكثر استقرارا. نوطيوها هنا لمسة خيبة. دونك طاقة الربط نديرو هكا، نديرو هذا طاقة الربط كبيرة نوية أكثر استقرارا. يعني كل ما كانت لي طاقة الربط كبيرة إلا أن النوية كتكون أكثر استقرارا ماشي أقل استقرارا. فهنا الخطأ فين كاين؟ كاين غير في هاد الكلمة، كانوا بدلوا هاد أقل هي اللي فيها المشكل. كانوا كتبوا هنايا اكثر هيكون الجواب صحيح، وكيما دابا انهم كاتبين لي اقل فهذا الجواب خطا لانها كتكون اكثر استقرارا. حدو مع الكلمات ندوسو لبي. قالك الاندماج النووي تفاعل يتم خلاله انضمام نواتين خفيفتين لتكوين نواه اخف. الاندماج النووي هي واحد النواه زائد واحد النواه. قالك التفاعل يتم خلاله انضمام نواتين خفيفتين، هذه خفيفة وهذه خفيفة. مثلا نعطيها هذه واحد وهذه واحد. قالك لتكوين نواة أخف. قالك مثلا إذا كانت هذه خفيفة واحد وهذه خفيفة واحد، هذه تكون أخف اللي هي واحد أو زيرو فيغكول سانك. نديرها بتعبير رياضي، واحد زائد واحد شكا تعطيني؟ تعطيني جوج. يعني خاصها تعطيني نواة كي دايرة، واش نواة أخف ولا نواة أثقل؟ تعطيني نواة أثقل. دونك الاندماج النووي، الاندماج النووي هو تفاعل يتم خلاله انضمام نواتين خفيفتين، هي خفيفة وهي خفيفة، مي باش ماشي باش تعطيني نواة تخف منهم، وإنما كندمجو واحد مع حاجة باش نزيدو نتقلوها باش يعطيوني نواة أثقل. يعني كانوا هنا في لاكيستيون خصهم يقولوا في عطاد أخف فيقولوا أثقل. هذا هو الجواب الصحيح. ندوزو دابا للسي. قالك يسمى عمر النصف المدة الزمنية اللازمة لنواة مشيحة كي تفقد نصف عدد نتروناتها. شوفوا معايا
عمر النسب حد هنا تعبير صحيح. عمر النسب هو المدة الزمنية اللازمة لنواة مشعة. هو بصح واحد النواة مشعة كتفقد النص ولكن ديالاش ماشي لي نوترون، ما كتفقدش النوترونات. شنو كتفقد في عمر النصف؟ كنفقدوا النويات، ماشي نوتروناتها وانما نوياتها. دونك في هاد النوترونات خاصها تكون نويات، فهاد النوترونات خاصها تكون نويات. اذا السيتا هي غلطه. اذا الجواب الصحيح هو يسمى عمر النصف التعريف ديال تي ان دومي هو المده الزمنيه اللازمه لنواه مشعه كي تفقد نصف عدد، يعني النصف ديال العدد ديالاش ديال النويات ماشي النوترونات. هنا ما كنهضروا ني على لي نوترون ني على البروتونات ولا على الالكترونات، كنهضروا فقط على النويات. دونك لتفقد عدد نوياتها. اذا السيتا هي خاطئه. نشوفوا نشاط عينه تحتوي على عدد ان دو تي من النواه المشعه هو ا تيكالا دي دو ان سور دي دو تي. هذه هي اللي كوش عليها لا بلوبار ديال التلاميذ، حيت مولفين كيشوفوا بانه عندي ا هي ان دو تي دي دو ان سور دي دو تي، قالوا هذه جواب صحيح. ولكن نساو بانه في القاعده عندكم في الكور واللي ركزت لكم عليها لا ديرنيغ فوا سي كو بان هذه ماشي دي دو ان سور دي دو تي وانما موان دي دو ان سور دي دو تي هي الجواب الصحيح. اذا هذا دي جواب خطا ايضا. A تيكالا موان دي دو ان سور دي دو تي هو الجواب الصحيح. ألوغ بما أن A غلطة، هانتوما نكحل A غلطة، B غلطة، C غلطة، D غلطة، دونك الجواب الصحيح هو E. إذا الأجوبة أعلاه غير صحيحة، أجوبة كاملين ماشي صحاح. ندوزو دابا السؤال اف ام بي 16 2011 لا ميم شوز مي سيت فوا سي في لي زونغل في الموجات. شنو عطاني يا سيدي؟ قال لك على بعد 3600 كيلومتر، يعني على بعد دائما لمسه بريبا. قال لك على بعد 3600 كيلومتر، يعني دي 3600 كيلومتر من بؤرة زلزال سجل جهاز الهزات الأرضية بتأخر يعادل طو اللي هي 3 مينوت. كتبان لي هاد المينوت خاصها تحول للسكوند باش تولي في الوحدة العالمية، يعني هي 3 في 60. غابيل كو انه حيت ضروري خاصكم تحضروا مع الوحدات، انا كنفضل انني فوقاش ما نشوف شي وحدة ماشي هاديك نحولها قبل ما نبدا لابليكاسيون ولا قبل ما نكمل التمرين. انا كنبدا نحول قبل حيت كيجيني بانه باش ما نمشيش ننساها، عارفه راسي غادي ننسى. دونك غابيل المينوت هي 3 هي 60 سكوند، يعني كنضرب في 60 سكوند صافي. دونك شنو قال لك سيدي؟ قال لك طو هي 3 مينوت اللي هي 3 في 60 سكوند، هي 3 في 6 اللي هي 12، وهاد الزيرو هي 120 سكوند. لا 6 12 18 بلوتو هي 180 سكوند. دونك قال لك سيدي زيد هزات ترددها اف، يعني التردد الفريكونس هي 2 هرتز، مع ديما نحول في هذه بالهرتز. قال لك سيدي طول الموجه لهذه الترددة تساوي، خاصني نقلب دابا على ياش على لامدا. دونك خاصني نفهم شنو هي القاعده اللي نخدم بها باش نقدر نجبد ليا لامدا. شوفوا معايا، انا كنعرف بان لامدا هي في سور ان. لامدا هي في سوغ ان على تردد صافي. و في عندي هي شحال؟ هي دي سوغ دلتا تي. انا ان عطاوها لي في لي دوني هي الفريكونس، يعني الا بغيت نكتبها بهذا الشكل هي في على اف، هذا هو الفريكونس تردد، وهذه لا فيتيس. واش انا عطيني لا فيتيس؟ عطيني دي وعطيني طو. دونك خاصني نمشي نقلب على لا فيتيس، هي اول حاجه كنجي كنقلب عليها هي دي سور دلتا تي. دي هي 3600، انا شنو خاصي كيفاش تكون؟ خاصها تكون دي باش بالمتر، يعني هنضربها في شحال؟ في 10
3 تهي غابة تحت هادل كيلومتر. المتر كنضرب في 10 و3 تهذا غابة. مهم دونك دي هنعوضها باش 3600. ما هي كيلومتر شحال خاص نضربها في 10 و3 على دلتا تي هي تو، يعني عندكم في تيكالا دي سور تو. انا كتب لكم دلتا تي ديال هذا شحال هي 3 مينوت، ما نكتبش 3 حيت بزاف كيغلطوا كيخليوها 3. لا شنو هي؟ هي 180 او لا هي 3 في 60. 180 كنخرج في اللي هتعطيني شحال 2 × 10^4 متر بار سكوند. فاش كنخرج في عاد كنجي نعوضها هنا باش نخرج ليا لاندا. كنجي كنقولو بانه بصح عندي لاندا هي في سور اف. في شحال خرجتها؟ هي 2 × 10^4 على الفريكونس اللي هي شحال؟ هي 2 هرتز. كتمشي هادي مع هادي كتبقى ليا 10^4 متر اللي هي لاندا هي 1. الناس اللي ما كيعرفوش كيكتبوا هاد الشيء يعني 4، يعني 4 الزاويات 1 2 3 4. صافي جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوها. الا ندوزو دابا للسؤال ديال اف اف بي فاس ايضا 2011. شنو كانوا قالوا ليا؟ قالوا لنا سيدي، قالوا لنا الرادون 222 هو عاتي راه الورقه، هاد الورق هادو مع دابا انا مسافره وهنايا ما كاينش المكتبات، المكتبات شادين حيت العيد هيقرب ان شاء الله، بقى لواحد 4 ايام تيتا مي نورمالمون فاش تحضر لا فيديو غتكون بقات له واحد النهار ولا يومين ما كاملش. هادشي الا ما تحضرت لكمش لا فيديو نهار العيد. المهم مع الفلاش كيبان هادشي فلو، من الاشعه جسي انني نكتب لكم في ورقه بيضاء. شي دابا كيبان مزيان، كنخليها هكا كتشكي كيبان. يلا المهم نقراو التمرين ونخدمو. قال لك الرادو 222 اخ ان 222 84 غاز اشعاعي نشاط ينتج عن تفتت الاورانيوم. دونك هكا قال لك سيدي بانه الرادون اخ ان 222 86 غاز اشعاعي نشاط ينتج عن هذا تفتت الاورانيوم، يعني كينتج عليه واحد اورانيوم اللي عنده 92238. ما هو عدد تفتتات الفا وبيتا للمرور من او الى اخ ان؟ دونك دابا خصني نفهم بانه انا شوف شنو كي قريتو، قريت الاخ ان غاز اشعاعي النشاط ينتج عن تفتت الاورانيوم، قريتها بالمقلوب، راه ينتج عن يعني الاورانيوم هو اللي كيتفتت وكيعطيني الرادون ماشي العكس. دونك هادي اللي غيفكر بهذه الطريقه راه خطا، ينتج عن تفتت، يعني شكون اللي كيفتتو؟ اليورانيوم هو اللي اليورانيوم هو اللي كيتفتت، يعني كنبدا بالاو اللي هي شحال 92. انا درت لكم هادي اللي كيغلطوا فيها لا بليبار دي ستوديون 238. قال لك يعطيني الاغ ان رادون اللي هو 222 86 زائد شنو؟ زائد عندك واحد البيتا موان اللي هي الاكسبونونسيال 0 موان زان، هذه هي بيتا موان، زائد تفتتات الفا اللي هي اش او 4 2. قال لك سيدي شنو هو عدد تفتتات الفا وشحال هما عدد تفتتات بيتا موان؟ كيفاش كنعرف تفتتات الفا ونعرف تفتتات بيتا موان؟ كندير هنا واحد الاكغيك وهنا ندير لها اكس، هنا غنعرف شحال عندي من عدد ديال الاش ديال التفتتات ديال الفا، وهاد الايكغيك هتعرف شحال عندي من بيتا موان. شنو كندير؟ كنخدم بقانون صودي. غابيل بان قانون صودي كيقول لك سيدي هاد الشيء اللي هنا يعني 238 خاصها تساوي ليا المجموع ديال هاد الاسات اللي عندي هنا، و 92 خاصها تساوي ليا المجموع ديال هادو اللي لتحت، يعني اللي الفوق خاصهم يتساواو واللي لتحت خاصهم يتساواو، يعني 238 خاصها تساوي ليا 222 زائد هاد الاكغيك في زيرو اللي هي زيرو بلس 4 في اكس.
والتحت هادشي اللي التحت خاصو يتساوى، يعني ها 92 خاصها تساوي ليا ها 86 زائد ناقص واحد إكغاك هي موان إكغاك زائد دوز إكس، هكا خاصها تخرج. دونك شنو كندير؟ خاصني نعرف شحال عندي من عدد التفتتات ديال الهيليوم اللي هي اكس، وخاصني نعرف شحال عندي ديال التفتتات ديال ايكغاك. نبدا بهذا، علاش نبدا بهذه المعادله؟ حيت هنا عندي الايكغاك وعندي الاكس، عندي جوج ديال المشاهير اللي انا ما كنعرفهمش، مي هنايا عندي اكس بوحدو، يعني يمكن لي نخرجها. اش كتساوي ليا؟ هي 238، هذا زائد غادي يمشي لي غادي يولي بالناقص، 238 ناقص 222 كتساوي ليا 4x. نجي نكتب هنا 238 ناقص 222 كتساوي ليا شحال؟ 4 في الاكس. دونك الاكس هادي شحال تعطيني؟ 238 222 عندي لكم هكا، هذه هي 6 7 8 انتما 3 ناقص 2 هي 1، 2 ناقص 2 هي 0 هي 16 تساوي ليا 4x، حيت ما تكونش عندكم كالكولاتريس. دونك x هي هذا ضرب غادي يمشي بالقسمة، يعني هي 16 على 4 شحال تساوي ليا؟ x هي 16 اللي هي 4 في 4، وهذه هي 4 تخصت لهذه مع هذه، غتبقى ليا x تيكالا 4. دائما نتوما في لاشين يوتيوب لمسة بخيبا. الوغ دونك الاكس كتساوي لي 4، يعني شحال عندي من الهيليوم؟ 4، عندي 4 تفتتات ديال الهيليوم، عندي 4 تفتتات ديال الهيليوم. ندوزو دابا شنو خاصني ندير؟ خاصهم اسيدي نجبد الايكغاك، نجبدها من هاد المعادله اللي عندي. عندي 92 كتساوي لي 86 ناقص ايكغاك زائد 2 فوا هاد 4، هادي هنعوضها بالقيمة اللي لقيتها اللي هي 4، دونك 2 فوا 4 اذا كتجينا 92. هاد 86 هنديها ليها تولي لي ناقص 86 تيكالا موان ايكغاك بلوس 4 في 2 8. هادو ما لقاو بقاش يحفروا حتى جيت انا نسجل الفيديو قبيله هما ساكتين. سي كراف سكتوا خليوني نسجل الفيديو. ها هما سكتوا، يلا جيت في باش كيديروا الصداع. يلا 92 ناقص 86 اختي كتقول لي الله الحكام. يلا دونك هنديرو هادي، هادي كيفاش؟ يعني كناخدو بحال كنتو كديرو في الثالث والثاني والرابع وداكشي. 12 ناقص 6 هي 6، 9 ناقص 9 هي 0، دونك هادي هي 6. ها هما بداو عاوتاني ديك لا موان ايكغاك بلوس 8. هاد الايكغاك بما انها بالناقص نديها ليه كتولي ايكغاك كتساوي ليا 8 ناقص 6 ايكغاك ديكالا 2. دونك الاكس كتساوي ليا 4 ايكغاك ديكالا 2. في الاجوبه كتقول بانه هنا هاد الاكس فاش لاصقه في الهيليوم، كتقول بانه عندي 4 تفتتات من الاش او الهيليوم من اش او 4 جوج، يعني 4 تفتتات من الفا، و ايغريك هي اللي حدا ليكسبونونسييل ديال 0 موان اللي هي بيتا، كتقول بانه عندي جوج ديال بيتا موان، يعني 4 تفتتات من الالفا وتفتتين تفتتين جوج من بيتا موان. دونك هكا غتكونوا جاوبتوا هذا على اف اي بي 2011. هادو هما الثمان اللي تحطوا. ندوزو دابا اف اي بي 2013 شنو كانوا حطوا لكم.